السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اول حاجه قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نشكر بزاف بزاف امهات مدينه طنجه اللي تحمسوا بزاف لفكره الدورات التدريبيه وجاوا وحضروا وكانوا معنا نهار السبت اللي فات. كان اول لقاء وكانت شي حاجه اللي رائعه جدا. تلاقيتكم، هضرت معكم مباشره، كانت محاور الدوره مفيده جدا، الاطفال ديالكم حتى هما استفدوا من مجموعه ديال الانشطه، فكانت شي حاجه اللي مميزه ان شاء الله بالنسبه الامهات اللي بغاو يشاركوا في دورات تدريبيه مقبله. يتواصلوا معايا في صفحه الانستغرام باش نسجلوا ان شاء الله. هذا بالنسبه لامهات مدينه طنجه. بالنسبه لموضوع هذا الفيديو، صراحه ماشي هو الموضوع اللي كنت غادي نصور اليوم، لكن نظرا لكثره التساؤلات اللي كتوصلني مؤخرا حول نزع الحفاض القوس، ضروري غادي نعمل هذا الفيديو. جمعت لكم مجموعه ديال الافكار او ديال المعلومات اللي اذا ركزنا عليها مزيان وحطيناها في راسنا غادي تدوز هذه المرحله هذه بسلام وبدون مشاكل. فركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو. لاول مره كيشوف هذه القناه، هذه قناه تربويه خاصه بمواضيع التربيه والامومه، كنتي ام او مهتمه بهذا المجال او اب، علاش لا، انضم لنا واضغط على الزر الاحمر باش تستفد من الكثير من المواضيع التربويه. ايضا فعل الجرس باش اي فيديو حطيت جديد كيوصلكم. اي سؤال، اي تعليق، اي ملاحظه، اي فكره قولوها لي في التعليقات، كنتواصل معكم وكنجاوبكم دائما. ما تنساوش لايك الفيديو، كيفرحني بزاف وكيساعد الفيديو باش يوصل لغيركم من الامهات. عمرك ما تقارن طفلك مع غيره من الاطفال حتى اذا كانوا في السن ديالو في موضوع نزع الحفاض. عمرك ما تقول باللي ولد فلانه حيد لي كش في عام ونص وبنت فلانه حيدته في عامين، علاش انا طفلي وصل 3 سنوات باقي ما قدر يوصل لهذه الخطوه هذه. نزع الحفاض واستخدام المرحاض هو تطور طبيعي كغيره من التطورات. ميمكنش نقولوا علاش هذاك الطفل خرج السنان في 5 شهور ولا في 6 اشهر وعلاش ولدي وصل مثلا قرب للسنه بدا كيخرج. كل طفل كيقوم بالتطور الطبيعي ديالو في الوقت المناسب وفي الظرف المناسب، فلا مجال للمقارنة أبدا. استخدام العنف والضرب والصراخ والضغط النفسي على طفلك في هذا الموضوع مسألة غير عقلانية وغير منطقية. عمرك شفتي شي أم كتضرب ولدها حيت باقي ما قدر يمشي واحد المشية جيدة؟ عمرك شفتي شي أم كتغوت على ولدها وكتضغط عليه حيت ما قدرش يحبو؟ نفس الشيء، إذا كتغوت على طفلك ولا كتضربه ولا كتغوت عليه ولا معايشاه في واحد الضغط نفسي لأنه باقي ما قدر يستخدم المرحاض بشكل جيد، فراك كتعمل واحد الحاجة اللي ماشي منطقية. بحال الأم اللي كتضرب ولدها حيت باقي ما قدر يقوم بواحد التطور طبيعي غادي يقوم به في الوقت المناسب. خلي دافعك الوحيد اللي بدا هاد المرحله هو الاستعداد الكلي عن طفلك، سواء كان نفسي او جسدي او عقلي، وايضا استعدادك النفسي انتينا. يعني ما تخليش دوافع اخرى هي اللي كتخليك باغا تعمل هاد الحاجه هادي او باغا تحيد لي كلش لطفلك في هاد الظرفيه هادي بالذات. بحال مثلا الكلام ديال الناس، ولدك تعطل ولا ولدك شرف وباقي عامل ليكوش، شوف ولد فلان عمل كذا وكذا الى اخره. احيانا هاد النوع ديال الضغط اللي كيكون على الام كيخليها باغا تزرب وكتضغط على طفله وهو كيكون باقي مستعد. فالحاجه الوحيده اللي غادي تخليك تفكر في بدء هذه الخطوه ان طفلك اولا يكون مستعد نفسيا وجسديا، يكون في واحد الحاله من الاستقرار النفسي. ما تكونوش كدوزو من مراحل انتقاليه، مثلا يلاه فطمتي الطفل فباقي عنده مشاكل مع مرحله الفطام، مثلا انتقلتوا لمنزل جديد يلاه دخل للروضه، مجموعه ديال التغيرات اللي ممكن تخلي الطفل في واحد الحاله من عدم الاستقرار النفسي. فنختار الوقت المناسب ونخلي الدافع الوحيد هو استعداد طفلي اولا واستعدادي انا ثانيا. يعني ما نكونش مضغوطه، عندي مشاكل في الخدمه، عندي مشاكل في العائله، كنحس براسي ماشي هي هذيك، فنجيو نبدا هذه الخطوه اكيد ما غاديش تنجح. اكبر علامه كتبين لك باللي طفلك باقي ما مستعد لهذه الخطوه هي الرفض ديالو. هذه اكثر حاجه كتجيني في التساؤلات ديال الامهات، ولدي رافض، ولدي كيبكي، ولدي كيخاف، ولدي باقي متمسك بالحفاضه، ولدي ما كيبغيش يجلس في لوبو ولا في المرحاض، ولدك رافض. فاذا هذه اكبر حاجه كتبين لك بلي لا باقي وزيد صبر عليه. واحد الطفل اللي باقي ما قدرش يعبر على الرغبات ديالو بشكل واضح، يعني فيه الجوع، فيه العطش، شي حاجه كتحرقه، فيه بيبي، فيه كاكا الى اخره، مسائل اللي كيقدر يعبر عليها بشكل واضح، ايضا
ما كيفهمش المطلوب منه، ملي كطلب منه شي حاجه باقي ما وصل لواحد المستوى ديال الفهم اللي هو جيد بالنسبه له في السن ديالو. فهذا الطفل هذا ما كيقدرش يعبر على رغباته، لا يفهم المطلوب منه، هو طفل ماشي مستعد. عدم التحكم في عضله المثانه، اطفال اللي كيكونوا باقي ما وصلوش لذاك المستوى ديال التحكم، يعني مثلا ملي كتجي بيبي كيجي كيقول عليك مثلا كيقدر يحبسها حتى كيوصل لوبول حتى كيوصل للمرحاض، يعني هذه علامه على ان طفلك بدا كيتحكم في عضله المثانه ديالو. لكن طفل باقي ما عنده هذا التحكم، يلا كيقول كيكون كيعمل بيبي ديالو اولا مثلا ما كيقدرش يحبسها حتى كيوصل للمرحاض، هذه اكبر علامه ايضا على ان طفلك باقي ما مستعدش جسديا لهذه الخطوه هذه. ملي تكون الحفاضه ديالو ديما فازقه كل نص ساعه كل ساعه كيعمل شويه، ومواقيت التبرز غير منتظمه، هذه ايضا علامه على ان طفلك غير مستعد. الطفل اللي كيكون عنده استعداد جسدي لبدء هذه الخطوه كتكون الحفاضه ديالو كتبقى ناشفه، خص الام تلاحظ بان الحفاضه بقات ناشفه على الاقل من ساعتين حتى ثلاثه ديال الساعات، يعني ماشي كل نص ساعه كل ساعه كيعمل شويه. ايضا مواقيت التبرز كتبدا تنتظم، يعني ماشي مثلا مره في العشرة مره في 12 مره في جوج، لا كيكون عنده واحد التوقيت مثلا مره اولا جوج ديال المرات في النهار كتكون مواقيت باينه ديال التبرز عند طفلك. ابتداء من عامين كنبدا نهيئ طفلي نفسيا، يعني كنبدا نخليه يفهم باللي هو مقبل على واحد المرحله جديده اللي هي الاستغناء عن الحفاضه. طفل من النهار كيفتح عينه في الدنيا هو كيعرف الحفاضه واحد الجزء من الجسم ديالو تقريبا، يعني كيحس بها واحد الجزء لا يتجزا، لانه من نهار خرج للدنيا هو كيلبسها كيحيدها فقط ملي كيكون كيدوش اولا في تغيير الحفاض، يعني ماشي مساله سهله بين نهار وليله لا غادي نحيدو ليكوش. فكنبدا نهيئ طفلي نفسيا واحد الفتره زمنيه اللي احيانا كتمتد لشهور، يعني ابتداء من عامين كنبدا نهيئ طفلي، كنبدا نخليه يفهم الدور ديال الاعضاء ديالو، كل عضو شنو هي الوظيفه ديالو، كنبدا ندخلو معايا للمرحله كيشوف الخطوات اللي كيقوموا بها الاشخاص الكبار في المرحاض، شنو هي الخطوات، شنو هو المكان المناسب اللي يعني كنستخدموا المرحاض فيه الى اخره. كنخرجوا كنختاروا مجموعه ديال الملابس الداخليه اللي غادي يستعملوها في هذه المرحله الجديده، كنختاروا مثلا لوبو كنخليه هو يختاروا باللون المناسب، يعني الكرسي ديال المرحاض اللي غادي يستخدموا. كنبدا نتحاور معاه كنبدا نشرح له باللي الا مثلا عنده اخوه اكبر منه في السن كنبدا نشرح له باللي حتى هما كانوا عاملين لي كوش ملي كانوا صغار دابا كبروا الى اخره. نستعين مجموعه ديال الصور، نستعين بقصص، نستعين بفيديوهات، مجموعه ديال الحاجات اللي كنوفر بها لطفلي واحد التهيئه نفسيه جيده باش يكون متقبل وفاهم لهذه المرحله الجديده اللي غادي يبداها. اذا هيئ طفلي نفسيا بطريقه تربويه مدروسه، زائد اني نصبر عليه حتى تبان عنده جميع علامات الجاهزيه الجسديه والنفسيه، وكوني اكيده مع هاد جوج ديال الحاجات تهيئه نفسيه وجاهزية مع طفلك، كوني اكيده بلي طفلك هو اللي غادي يجي لعندك يقول لك ماما خصني نستخدم المرحاض ما خصنيش الحفاضه، وغادي يقتصر الدور ديالك في واحد التدريب بسيط لطفلك، يعني ما غيكونش كل شيء عليك صافي، غادي ترتاح لان علاش صبرتي على طفلك هيئتيه نفسيا، غيبقى الدور ديالك بسيط جدا في انك تعلموها كيفاش كنزعوا الملابس الداخليه كيفاش الى اخره. من يجيك بيبي قولها لي كل اسبوع غادي يكون عندي واحد الهدف معين، هذا الاسبوع نحيدو خارج المنزل، الاسبوع المقبل لا غادي نخلي الحفاضه، لكن ملي تجيك بيبي ولا كاكا نحيدوها ندخلوا المرحاض. في ظرف اسبوعين كتكون تخلصتي من الحفاضه نهائيا بلا حتى شي مشاكل، وهذه تجربتي الشخصيه مع شاد اللي حكيت لكم في واحد الفيديو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اول رابط في صندوق الوصف. الاستغناء عن الحفاض هو خطوه خاصه جدا بطفلك، هو الوحيد اللي غيكون عارف امتى غادي يقدر يبدا هذه المرحله هذه، كل ما زربتي عليه وضغطتي عليه كل ما غادي تعيش هذه المرحله هذه بواحد التوتر بواحد التعب نفسي بواحد الضغط لا عليك ولا عليه، الامر اللي غادي ياثر سلبيا طبعا على بناء العلاقه اللي بينك وبين طفلك، وغادي تكون عنده اثر سلبيه كذلك على بناء شخصيه طفلك، فكوني صبوره وما تزربش. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، اي سؤال اي تعليق اي ملاحظه خليوها لي تحت في التعليقات، ما تنساوش لايك الفيديو كيفرحني بزاف بزاف بزاف، نشوفكم فيديو مقبل ان شاء الله، في السلام عليكم.